مؤتمرنا هذا اليوم هي لتوضيح للشارع المصلي عما صدر من قرار الهيئة التنسيقية، واللي طبعا المجلس رفض رفضا قاطعا وهو غير ملزم لنا. حقيقة كان هناك تداخلات في آلية ترشيح الوحدات الإدارية. قضاء تل العفر هي قضاء أكبر قضاء في العراق، والكل يعلم أن الاستحقاق الانتخابي كانت من حصة الساجدة وست ليال يعني، وهذا الوحدة كانت هناك مفاوضات، كنا نحن آنس الساجدة نحن الذين رشحنا القائم قام الحالي، فكانت هي الكل يعلم أنها حصص يعني هاي حصص، فحصة الطرف الآخر واللي موجودة فيه حركة الحسم هي أصبحت للطرف الآخر محل بية، وكانت العياضية وتل العفر تل العفر والعياضية من حصة هذا الكتلة، كتلة نينوى والمستقبل، ومن حصة المرشحتين السيدتين الساجدة وسليليان.